السلام عليكم الاخوان، معكم الرباب الاله. المهم اليوم جيت نهضر لكم على واحد القصه اللي وقعت لي الصراحه، وبغيت نشاركها معكم. المهم قبل ما نشارك معكم هذه القصه، انا جا واحد الميساج ديالي لواحد الانسان اللي كان بغيها بزاف وكان موت عليها، نقدر ندير على ودها اي حاجه، اي حاجه طاحت لك على بالها على بالك نقدر نديرها على ودها. المهم كان بغيك بزاف وكان موت عليك نقدر نبيع الكلوه ديالي على ودك. هذا الميساج هذا للوالده ديالي، من غير الوالده ديالي ما كايناش شي وحده اللي ندير مع هذا الشيء كامل بالرجوله. المهم هذه القصه ديالي انا واحد الدريه، صراحه واحد الدريه تعرفت عليها وكنت كنبغيها بزاف وبزاف وبزاف، وكنت كنموت عليها، نقدر ندير اي حاجه على ودها، نقدر نتقاتل على ودها. شنو وقع لك مع هذه السيده؟ هاد السيدة المهم تعرفت عليها بحال هكا، بغيتها بحال هكا. المهم حتى كان مع واحد المشكل مع الوالدة ديالها وكنت كتعدى عليها بزاف، داكشي علاش حبيتها انا، بغيت غير نخلق معها السعادة، نحيدها من داكشي اللي فيها هي، فهمتي؟ باش ما يوقعش عليها الاكتئاب. ونمشي معاك خطوة خطوة، كيفاش تعرفتي عليها؟ المهم كانت حدانا نيت، تعرفت عليها بحال هكا. حاول ترفع الصوت ديالك. كانت حدانا نيت، كنت كنعرفها بحال هكا عادي. جات عندي قالت لي نتصاحبوا والي والي، قلت لها صافي ماشي مشكل مرحبا. صافي تصاحبت انا وياها، صافي وبقينا كندوز الاوقات ديالنا، كنخرجوا كنتسالاو كنديروا اي حاجه، فهمتي؟ صافي. والمشكله انني بغيتها من نيتي وتقاتلت على ودها وسمحت في خدمتي على قبلها، فهمتي؟ وكنت ناوي ندير معها اي حاجه، نتزوج بها كلشي. وكنت باغي نوصل انا ويا واحد النيفو اللي كبير بزاف في يوتيوب، كنت باغي ندخل معايا في لاشين يوتيوب، نبقى ندير معاه فيديوهات كلشي، نوصلو بجوج بينا. ودرت شحال من خطا ورغم ذلك سمحت لها، حيت كنبغيها بزاف. حتى واحد النهار تصدمت باللي لقيتها ديجا مصاحبها هي، فهمتي؟ يعني دارتنا بجوج، حيت انا دوزت مع شي 6 شهور ولقيتها مصاحبه مع واحد اخر 8 شهور، يعني كانت دايره واحد اخر من غيرها، فهمتي؟ صافي قلت لها ملي شفت داكشي قلت لها صافي الله يسهل عليك اختي هادي. ودازت واحد المده وجات عندي وكطلب فيا، قالت لي عافاك اسمح لي راه هذاك عام مدوز به الوقت، انت الوحيد اللي بغيت في حياتي وهادي وهادي وهادي، داك التخربيق ديال والو. صافي قلت لها ماشي مشكل، دورتها في دماغي قلت ماشي مشكل نسمح ليها، ماشي مشكل حيت الصراحة كنبغيها. صافي سمحت ليها، صافي وبقينا كنخرجوا عاود تاني بحال هكا هكا. طال واحد النهار اكتشفت بلي باقي كتلاقى مع داك خونا. صافي الصراحة تصدمت في ديك اللقطة. واد السيد شكون هو يعني باش حسن منك انت، علاش فضلاتو عليك؟ وما فهمتش اخويا والله ما فهمت، ما فهمتش وباقي كتلاقى معاه. صافي قلت لها اختي الله يسهل عليك عرفتي اش ديري، سير الله يسهل عليك. صافي تفارقت معها، صافي باقي دابا عايش سيلي باطير، ما كاين ما احسن من سيلي باطير. شنو استفدت من هذه القصه؟ استفدت انها ما كايناش ثقه الصراحه، ما كايناش شي وحده اللي تبغيها من نيتك وتقاتل على ودها ودير الا غدير شي حاجه ديرها على الوالده ديالك، فهمتي؟ من غير الوالده ديالك راه ما كايناش شي حاجه سميتها الحب نهائيا. غير باش نكونوا واقعيين، واش يعني تخلات عليك انت هاد السيده؟ واش انت يعني ربما انت بوفري وهذاك لاباس عليه ولا شنو؟ لا تقدر تكون صاحبت معايا على ود الشهره، حيت كندير يوتيوب، تقدر تكون غير على ود الشهره ولا شي حاجه، ما فهمتش. هذا هو البلان ديالي، ولحد الان انا كنبغي الوالده ديالي الوحيده اللي كنبغيها وكنموت عليها ونقدر ندير اي حاجه على ودها، من غيرها راه ما كايناش. ميساج اي واحد كيشوف هذا اللايف، طلب في الوالده ديالك ودير اي حاجه على ود الوالده ديالك، حيت ما كايناش تي دري انك تقاتل على عليها، حيت الدري الا مشيتي معها ديريكت غادي تخور، ولكن انت كتفلى عليها راه تمشي معاك ديريكت. هذا هو البلان ديال الدري. علاش يعني كثر هذا الشيء يعني في هذه الاونه؟ ما بقاش الحب، ما بقاش الثقه. ايوا راك عارف ما بقى لا حب لا والو، راك عارف موجودين الدراري وموجودين الدريات، فهمتي؟ دابا شي وحده واخا تكون مصاحب معاك كتكون غادا كيبان لها شي واحد اخر كيجي كيقول لها النمره غتعطيه النمره، فهمتي؟ يعني طمع، ما بقاش الوفاء. ما بقاش الوفاء والطمع، الطمع. ها
هذا هو البلان. ميساج اي واحد كيشوف هذا اللايف، طلع في الوالديك، حيت الوالديك هما الوحيد اللي خاصك تطلع فيهم. ماشي دريه اللي داكشي اللي باغي يتزوج، تخطب شي دريه اللي تكون معاك صالحه، فهمتي؟ ما زعما تصاحب مع شي وحده تقاتل عليها ودير بزاف الحوايج كاينه. بحالاش تقاتلت على هذه السيده؟ ودرت معها بزاف، كنت ناوي نوصل معها واحد النيفو اللي زوين بزاف، وخليت خدمتي على ودها ما مشيتش كازا. جات ما دارت عندي شحال من طورناج في الفازانين وفي شحال من حاجه، والله ما مشيت على ودها. يعني واش كدير يعني الافلام؟ كندير افلام، كندير برامج تلفزيونيه، كندير وفي الاخر ما مشيتش على ودها. يعني ضيعتي فرصة العمر و... هي على قبلها وفي الاخر صماتني، هذا هو المشكل. يعني ما كاينش الحب صراحة. الا بغيتي تقاتل على شي وحده هي الوالده ديالك تطلع فيها. وشنو تقول لهاد السيده؟ هاد السيده كنقول لها الا مشى معاك شي واحد بنيته، مشي مع بنيتك وما تبقايش تفلي على ولاد الناس. عاد صعيب يوصل معاك هاد النيفو اللي غادي يتقاتل على ودك، فهمتي؟ هذا ميساج ليه. وشكرا، شوفتيه.